هنحاول نبسط المواضيع دي من مع الساده المشاهدين، لان هي عمليه معقده شويه في الحسابات، لكن هنحاول نوصل مع المشاهد لطريقه بسيطه لحساب هذه كميه هي السعرات في البدايه الحراريه المكونات اللي جايه. الغذائيه العامه اللي بيستمد منها الطاقه، وبعد كده ازاي يحسب السعرات الحراريه بتاعته. تمام. هو المكونات الاساسيه من الاكل اللي موجوده في الاكل وبيستمد الجسم منها الطاقه ثلاث مكونات اساسيه. طبعا المجموعات الغذائيه اللي معروف خمسه، لكن الثلاثه الاساسيين اللي بيستمد الجسم منهم الطاقه ثلاث مجموعات غذائيه رئيسيه، اللي هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون. ماشي. بقى كل واحد فيهم كل جرام منه بيدي كميه سعر حراري معين. فالكربوهيدرات الواحد جرام منها بيدي 4 كالوري، 4 سعر حراري. واحد جرام كربوهيدرات. والسعر والبروتين نفس الحكايه بيدي 4. الدهون بتدي 9 كالوري، يعني الدهون بتدي سعرات حراريه اعلى. تمام. انا لو عايز اعرف احتياجاتي قد ايه من اخد احتياجات قد ايه من كل نوع من الغذائيه، من سعرات حراريه اخدها قد ايه من كل صنف او كل مجموعه غذائيه من الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم دول، الثلاثه الرئيسيه. الكربوهيدرات هي بيعتبروها الفل او الوقود اللي هو بحصل منه على الطاقه، لان معروف ان الواحد ان البروتين والدهون ما بيدخلوا في عمليه بناء الجسم، لكن الكربوهيدرات ما بتدخلش في عمليه بناء الجسم. عشان تخش في عمليه بناء الجسم لازم تحول لدهون تخش في عمليه بناء الجسم، فهي عشان كده بتعتبر اللي هي المصدر الرئيسي للطاقه عندي في الجسم. عشان كده بتتاخد بكميات اكبر، وهنحسبها بتتاخد بكميات اكبر ازاي. طب المعادله يا دكتور ممكن نحسبها ازاي؟ حضرتك قلت 1 جرام كربوهيدرات وفي 4 جرام بروتين. تمام. وفي ايه الدهون كام؟ لا هي لا بنقول ان الجرام الواحد من الكربوهيدرات بيديني 4 سعر حراري. تمام. يبقى 1 4. تمام. والجرام الواحد من البروتين بيديني 4 سعر حراري. والجرام الواحد من الدهون بيديني 9 سعر حراري. لو حبينا طيب نعملها انا اخد بقى السعرات الحراريه بتاعتي اللي انا عايزها، اخدها من ده، اخد من ده قد ايه وده قد ايه وده قد ايه. احنا زي ما قلنا في البدايه ان الكربوهيدرات برضه عشان الناس تعرف ايه الكربوهيدرات، اللي هي النشويات والسكريات، يعني بالمعنى البسيط اللي هي النشويات والسكريات. ماشي. عشان اعرف اخد من كل واحد منهم قد ايه، احنا قلنا الكربوهيدرات هي عباره عن مصدر الرئيسي للحصول الجسم على الطاقه، لان ما تخشش في بناء الجسم. احنا قلنا اللي بيخش في بناء الجسم البروتين والدهون. اغلبيتها بتتهضم اساسا في الفم، يعني انزيم معين في الفم بتدي بدايه هضمها يعني في الفم. فبالتالي انا هاخد اكبر كميه عندي من الكربوهيدرات. هاخد قد ايه؟ انا بشوف الانسان بيشوف وزنه قد ايه؟ ماشي. وهو لو بيعمل نشاط بسيط، نشاط عادي ما فيهوش نشاط بدني قوي، ما فيهوش تمارين رياضيه، ما فيهوش اي حاجه، بيضرب الرقم ده في 5. بمعنى انا لو وزني 70 كيلو، ماشي، يبقى هو بيحتاج من الكربوهيدرات اضرب 70 في 5 ب 350، اخد 350 جرام كربوهيدرات متوزعه سكريات ونشويات. 350 جرام مضروبه في 4 يديني السعر الحراري للكربوهيدرات. طب انا لو بقوم بنشاط رياضي بدني، يعني مثلا بقوم بتمارين رياضيه، تمارين رياضيه، لو والله التمرين دي بتستمر ساعه مثلا او ساعه من ساعه لساعتين، ازود واحد يعني مثلا بدل ما اضرب 1 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، 70 في 6 ب 70 في 6 لو 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 3 ساعات هيبقى 8 هيبقى 70 في 7 وهكذا لغايه انا اقصى حاجه هعملها مثلا 8 5 ساعات، يبقى ساعتها تبقى 10 في وزن الجسم. العملية مرتبطة بالنشاط اللي بيقوم بيه الشخص اليومي ده بالنسبة للكربوهيدرات. لو نشاط عادي 350 جرام يعني.